على شكل طوابير وتجمعات يتسابق أتباع التيار الصدري في النجف للتبرع لإغاثة الشعب اللبناني. هذه الأعداد توافدت من مختلف المحافظات العراقية إلى مكاتب السيد الصدري في النجف لتقديم الدعم المادي، وهو ما اعتبره المتبرعون جزءا من الكرم العراقي إلى أشقائهم في لبنان. لا يخفى عليكم كرم العراقيين والمتمثلة إن شاء الله براعي الإصلاح السيد القائد مقتدى الصدر عزه الله، مو جديدة إن شاء الله عليه هاي المبادرة، ولا الكرم العراقي إن شاء الله عزلنا مواكبنا قبل فترة وراح نرجع إن شاء الله نفتحها، وإحنا بخدمة الشعب العربي والشعب اللبناني المظلوم. المساعدات لم تقتصر على شيء معين، وإنما المال والدعم اللوجستي والمواد الغذائية وحتى الأدوية وحتى الملابس وكل شيء. بالإضافة إلى المواد الغذائية واللوجستية والمادية، يتبرع النجفيون اليوم بأموالهم أيضا بشكل منفرد وجماعي، يجمعون التبرعات النقدية للتبرع بها عن طريق مكتب السيد الصدري في النجف، بالإضافة إلى فتح البيوت والمضايف للنازحين اللبنانيين في حال توافدهم. عم وجه السيد القائد مقتدى الصدر عز الله بفتح مضيف آل الصدر وبفتح بيوت جميع الصدريين أيضا لاستقبال إخواننا اللبنانيين، وإن شاء الله لن نتركهم أبدا ولن يجدوا هنا إلا ما يسرهم بإذن الله سبحانه وتعالى. حسب توجيهات السيد القائد مقتدى الصدر، تعاوننا مع إخوتنا في لبنان وجينا لغرض التبرعات. لحد الآن التبرعات المالية، وجاي تتوافد الناس بالمواد الغذائية ومستلزمات الطبية، وإحنا حسب توجيهات السيد القائد شو يقول، إحنا حاضرين. إحنا جينا من الديوانية حاليا، بس كل المحافظات متعاطفة ويا مشروع السيد، وجاي تجي الناس وتتواصل. ومع اشتداد الأزمات الإنسانية في لبنان، تتصاعد معها حملات التبرع من قبل النجفيين على مختلف المستويات المادية والمعنوية، علها تخفف من آلام أشقائهم في لبنان وتبعث برسائل الإطمئنان لهم. من النجف، محمد رزاق، التغيير.